لمزيد من التفاصيل ينضم الي هاتفيا الاستاذ حسام الدين محمود المدير التنفيذي للاتحاد النوعي للمناخ. يعني استاذ حسام، لو بدانا من هذه التصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لماذا تمثل هذه التغيرات المناخيه بدايه التحدي الوجودي الاكبر للعالم في ظل ما نشهده من مجموعه من التغيرات المناخيه بالطبع في العديد من الدول والاثار الناجمه عن هذا الامر؟ في البدايه مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين. خليني اقول لحضرتك انه في هذا الاجتماع الهام اللي تحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، يمكن سيادته اشار لما وصلنا اليه من يعني ازمات دوليه موجوده حاليا بسبب التغيرات المناخيه وارتفاع درجه حراره الكره الارضيه. يمكن اشار سيادته في كلماته لمناطق بعينها زي منطقه دوله باكستان في شرق اسيا والانفجارات اللي موجوده في اوروبا، ويمكن كمان اشار الى حرائق الولايات المتحده، حرائق الغابات اللي موجوده واللي يمكن شاهدناها على مدار الايام السابقه، وجفاف بعض الابحار في اوروبا. يمكن ده يعني يجعل الجهود الدوليه يعني تزداد في هذا الاطار ويحقق الهدف المنشور اللي يمكن اتفقت عليه معظم الدول في اتفاقيه باريس عام 2015 واللي التزموا به في الكوب 26 الماضي، واللي الحقيقه حريصين جدا في مصر هنا في القمه القادمه انه يتم تنفيذ التعهد الاكبر الخاص بمساله التمويل لتعويض الدول المتضرره واللحاق بعض الدول الناميه من جزاء ان يحدث فيها مثل ما حدث في الدول الاخرى، واللي يمكن اهمها وخطورتها في مساله نقص الغذاء يعني. لكن ما الذي يعوق تنفيذ هذه المخرجات التي توصل إليها مؤتمر باريس وغيره من المؤتمرات التي عقدت في هذا الشأن واستمرار الوضع كما هو عليه دون تغيير حتى الآن؟ النهاردة خليني أقول لك بعض الدول لم تفي بتعهداتها، بعض الدول الكبرى لم تلتزم إلى حد كبير بتعهداتها المتعلق بالتمويل والمتعلق بتعويض الدول المتضرره والمتعلق ايضا بتخفيض الانبعاثات. فلذلك يمكن في هذه القمه اشار سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اليوم قاده العالم يجب عليهم ان يتضلعوا لمسؤولياتهم لكي لا تكون الاجيال القادمه من الابناء والاحفاد كما ذكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في ازمه كبيره جراء هذه الاشكاليه، واللي يمكن كمان النهارده واضحه في حاضرنا فيما يتعلق بمسألة الطاقة وغياب الطاقة في بعض الدول ومشكلة سلاسل الإمداد اللي ممكن تكون مسببة نقص كبير في الغذاء، وأيضا الجفاف اللي موجود في بعض الدول زي القارة الإفريقية المتسبب فيها أيضا تغيرات مناخية واللي يمكن يعني يفتقر فيها عدد كبير جدا من الشعوب. فالحقيقة التداعيات المتعلقة بتغير المناخ كل يوم في ازدياد، كل يوم في تفاقم. فمصر حريصة باللي قدمته النهارده من تجارب على مستوى الداخل المصري على المستوى الوطني والجهود اللي قدمتها الدوله المصريه والاستراتيجيه الوطنيه وكافه هذه التحركات، الحقيقه مصر حريصه في انها تقود القاره باكملها في العمل المناخي وانه تقدم تجربه اكثر التزاما في انها يعني تتعهد وتتطلع الى مسؤولياتها وانها تحصل على حقوق الدول الناميه اللي يمكن رشحت الدوله المصريه لرئاستها لهذه القمه، واللي اتصور انه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم على المستوى الشخصي بهذه القضيه وانه يكون لحقوق الدوله الافريقيه المقام الاول في هذه القضيه وحلحله القضيه، ويمكن التحرك السريع فيها والتحرك المتسق اعتقد ان هو يعني يوصلنا لتحقيق الالتزامات المتفق عليها في اتفاقيه باريس. يعني ايضا كما ذكرت يعني استاذ حسام، يعني ربما القاره الافريقيه هي الاكثر معاناه من هذه التغيرات المناخيه بالطبع والمتضرر الاول من هذه الثوره الصناعيه للدول المتقدمه، لكن كيف يمكن مساعده هذه الدول الافريقيه على مواجهه هذه الاثار والتداعيات وقيام هذه الدول بمسؤولياتها الاخلاقيه لمساعده دول القاره الافريقيه؟ يعني يمكن من ايام كان اجتماع وزراء البيئه الافارقه، ويمكن السيده وزيره البيئه كانت يعني في لقاء مع وزراء البيئه من وزرائها من الدول الافريقيه، والحقيقه يعني مصر حريصه في ذلك انها تقدم نماذج افريقيه رائده في مجالات متعلقه بتغير المناخ، وده جانب من
تشجيع القاره الافريقيه على انها تتحول الى الارض. هذا جانب. الجانب الاخر هو حصول هذه الدول على التمويل المستحق كونها متضرره من الانبعاثات، وهي دول يعني دول باعثه، وبالتالي تستطيع انها تتكيف مع التغيرات المناخيه وتقدم مشروعات متعلقه بالتخفيف، وبالتالي النهارده تستطيع انها تتماشى مع هذه الظروف، واللي يمكن بتسمى في قضايا المناخ التكيف والتخفيف. فالنهارده الدول الافريقيه من الممكن انها تحقق ذلك ما ان حصلت على التمويل المستحق. يمكن مصر هنا هتقدر انها تقدم تجربه عمليه، تقدم مشروعات للقاره الافريقيه تستطيع انها تنفذها يعني واقعيا. ويمكن مصر الحقيقه يعني خلال من جلاسكو الى شرم الشيخ زي ما احنا بنقول في مجموعه مشروعات مصر شغاله فيها حاليا تتعلق بالطاقه الجديده والمتجدده. فهذه المشروعات ما ان نقلت الى افريقيا اتصور انها هتتميز بيها وهتحاول انها تصنع هذا التكيف والتخفيف. كمان يعني ايضا هناك جانب مهم وهو المحافظه على الجانب الاخضر والزراعه في افريقيا، كونها يعني قاره يعني فيها جانب كبير من الزراعه جنوب الصحراء، وبالطبع يعني هناك مخاوف من انه يحصل نقص كبير من الغذاء في افريقيا بسبب التصحل الذي يزداد يوما بعد اخر بسبب التغيرات المناخيه. فطبعا المساله تحتاج الى تضافر جهود المجتمع الدولي، واللي يمكن سياده الرئيس اشار الى ذلك في كلماته بالامس. والحقيقه انه حريصين جدا على كمصر كالدوله المصريه حريصه جدا على انه افريقيا تحصل على حقوقها. بشكرك الاستاذ حسام الدين محمود المدير التنفيذي للاتحاد النووي للمناخ.